أمسي عليكم بالخير. اليوم احنا بنستضيف الأخ العزيز عبد الله المسلم، ماجستير تربية خاصة مسار إعاقة فكرية. بنشوف ايش عند عبد الله اليوم يقدر يفيدنا فيه. السلام عليكم أستاذ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عبد الله. شرفتنا وشرفت أسنابنا اليوم. لنا الشرف، الله يبارك فيك، ولك جزيل الشكر والتقدير على ما تقدم من مادة ومحتوى جدا هادف ومفيد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أستاذ عبد الله، شنو هي الإعاقة الفكرية؟ الإعاقة الفكرية باختصار وبكل بساطة هي خلل في الأداء الوظيفي الفكري، يعني القدرات العقلية. يلازم خلل في السلوك التكيفي. السلوك التكيفي كيف الإنسان عايش ويتعايش في حياته، والسلوك التكيفي يعني هذا التكيف في الحياة، مسارات الحياة، التعامل بالنقود، إعداد الطعام، الاعتماد على الذات، في النظافة الشخصية، في هذا كله يسمونه سلوك تكيفي. في خلل عند الشخص يصير قبل ال 18 سنة، لازم قبل ال 18 سنة يعتبر الشخص معاق فكريا. هذا الإعاقة الفكرية باختصار. أستاذ عبد الله، شنو هي أسباب الإعاقة الفكرية؟ أسباب الإعاقة الفكرية كثيرة، يعني كثيرة وغير معروفة بالتحديد. في أسباب تكون قبل الولادة، في أسباب أثناء الولادة، في أسباب ما بعد الولادة. الأسباب مثلا اللي قبل الولادة أثناء فترة حمل الأم، قد تصاب بارتفاع في ضغط الدم، قد تصاب بالتهابات معينة، قد تستخدم الكحول مثلا. يعني الإعاقة الفكرية على مستوى العالم، مش تقول والله حي معين، مدينة، دولة معينة، لا، على مستوى العالم. هذه طيب، ما فيها أسباب وراثية؟ هي واحدة من الأسباب، احتمال تكون وراثية لكنها مش السبب الرئيسي. وفي أسباب ما قبل الولادة، عندي رسالة نعرف أنه سبب من الأسباب، ومنها ارتفاع ضغط الدم، الحالة النفسية اللي تمر فيها الأم. فإليت شبابنا، جيلنا، المتزوجين الجدد، حياتكم الزوجية بالذات في فترة الحمل تبتعدون جدا عن المشاكل. يعني حلوا أموركم بالهداوة، بالراحة. ليه؟ لأن هذا ما يأثر عليكم أنت لوحدكم، حتى الجنين راح يأثر عليه. وبعد الولادة أيضا أو أثناء الولادة في سبب، مثلا تعرض الطفل إلى نقص الأكسجين أثناء الولادة، التفاف الحبل السري على عنق الطفل يسبب له إعاقة. بعد الولادة الإصابات التي تجي للرأس، مثلا حوادث، ارتفاع درجة حرارة. وهنا رسالة للوالدين، الطفل وبداية حياته لا تهملونه، انه والله ارتفعت درجه حرارته، انا امشي الامور او شيء من هالقبيل. لا، لازم تروح للمستشفى في اسرع وقت ممكن، لا تسبب له اعاقه بسبب اهمال بسيط. طيب أستاذ عبد الله، كثير من الناس ينحرج لما تيجي تقول له أنه أنا عندي ولد في إعاقة فكرية أو زي كذا، تشوفه يتخبى، ما أدري. أنت إيش رأيك يعني عن هالموضوع؟ والله شوف أبو عبد الله، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أنت الآن في وسط الحدث مثل ما يقولون، كيف تتصرف؟ لازم يكون تصرفك بناء وإيجابي. هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، الطفل المعاق يعني لازم تعتبره أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى. تعمل معه بإيجابية، تعامله شبه يعني شبه الطفل الطبيعي العادي، يروح يدرس، يطلع معك في المسجد، في أي مكان يمارس حياته الطبيعية. التحرج هذا أبدا ما يخدم الطفل. طيب أستاذ عبد الله، شو الخدمات اللي تقدم لذوي الإعاقة الفكرية وغير الفكرية؟ طبعا ابو عبد الله، انت تعرف ما يخفى على احد ان جهود المملكه العربيه السعوديه في هالمجال جبار جدا، ونعتبر من الدول المتقدمه ولله الحمد في خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه. وهذه الخدمات اللي تقدم لها مردود ايجابي ونتائج ايجابيه. يعني انت تعرف ان منتخب المملكه للاعاقه الفكريه محققين كاس العالم. نعم بالفعل. هذا ما يجي من فراغ، يجي من رعايه من الدوله في جميع مجالاتهم التعليمية، الرياضية، الثقافية. طبعا المملكة وش تعتمد على منهج علمي، وقاية، رعاية، تأهيل. الوقاية لجميع الناس
حتى لا نقع في الإعاقة. الرعاية أثناء الوقوع، يعني مثلا حدثت الحالة الآن هذا الطفل معاق تقدم له الرعاية. التأهيل، تأهيل الفرد ليكون إنسان معطاء بناء في مجتمعه، يعني مواطن معطاء. هذا من باختصار ما تقدمه المملكة العربية السعودية في مجال الإعاقة. أستاذ عبد الله اليوم شرفت سنابنا والله يعطيك العافية. لي شرف، الله يبارك فيك. وطبعا هو موضوع طويل عريض، ولكن سياسة السناب يعني أساس المتابع يأخذ المختصر المفيد. نعم، شكرا لك يا أستاذ. الله يعافيك، حياك الله.